مريم بنت فاس، تربيت في أسرة محافظة بزاف. أنا الوحيدة اللي كنت عند والديا، ما عمرني ما خرجت للسنقة بوحدي. المدرسة كنت كنمشي ليها في ترونسبور. من وصلت للإعدادي بدا كيديني بابا ويجيبني. وكنت مغمضة بزاف. كنجي للدار ناكل، نجلس مع ماما وبابا، نتفرجوا ونوض لبيتي الناس. كان همي الوحيد القراية، نقدر نسمح في كل شي باش نحفظ. وإلا جبت شي نقطة خايبة أوف ما كنعش سيمانة. بابا كان فرد راسو في الدار، ماما كانت ظريفة بزاف، وكان بينها وبين بابا واحد الاحترام زوين. كنت ديما كنقول لها ماما بغيت شي خويا ولا اختي يونسني، كتسكت وعينيها كيغرغروا، لكن ما كنتش كنعرف علاش. مني كبرت شوية قالت لي يا ابنتي مني ولدتك جاني تعفن في الرحم ديالي، وهكا منعني الطبيب باش نزيد نولد على هادش. ابنتي ما نقدرش نجيب لك شي اختك ولا اخوك. الحمد لله لا غير انتي معمر علينا الدار. نجحت في السلك الاعدادي وطلعت للسلك الثانوي. هنا تعرفت على بنات من كل الطبقات، هاللي ظريفة، هاللي شمكارة، هاللي بنت دارهم. المهم العام الاول كنت مزيانة. كملي الاساتذه كلهم كيشكروني حيت كنت مؤدبه بزاف وقرايه. العام الثاني بديت كنتعرف على بنات وبداو كيتحلوا ليا العينين، وليت حتى انا باغا نلبس ونخرج، وبدات كتبدل التصرفات ديالي. بديت كنعمر الاوقات اللي عندي خاويين وكنخرج مع البنات. بديت حتى انا كنمشي للقهاوي والضحك والنشاط، لكن واخا هادشي كنقرا مزيان. واحد النهار صاحبتي سناء اللي كانت قريبه ليا بزاف كانت دايره عيد ميلاد وعرضت عليا. لبست عادي وصلت انا الاول اللي شافتني، قالت لي يا ويلي مالك على هاد الحاله، اجي لهنا نعطيك ما تلبسي. عطاتني واحد الكسوه ديالها كحله وكانت مقزبه، وانا كان كلشي كيقول لي رجليك زوينين. المهم لبستها، عطاتني صباط الطانو، ما قالت لي الصراحه ملي شفت راسي تصدمت. ما علينا، ها هما الاصدقاء بداو كيجيو، الدنيا بدات كتعمر شويه. سنا الباب حتى واحد ما سمعو مع الشطيح. مشيت انا محل لقيت واحد الدري تصدم كان زوين. شعينو عليا هكاك دوزناها ضحك ونشاط. بابا كيتصل قفرتها. المهم سلمت على سناء، بدلت حوايجي، تبعني داك الدري، قال لي بلاتي سميتي سعد، واش ممكن ناخذ الرقم ديالك؟ وانا في الخلعه قلت لي واخا، عطيتو لي بالزرب ومشيت كنجري. دخلت للدار بابا حيح عليا. المهم سكت انا ما جاوبتش، بدلت حوايجي، تعشينا، نط نعس. كنسمع التليفون كيصوني. الو وي، الو مريم، انا سعد ديال الحفله. سعد سالم لاباس؟ كنت غنطير من الفرحه لكن متقله الصراحه، عجبتيني بزاف وما كانتش نتلاقاو غدي الا ما كاين حتى مانع. انا ما ترددتش قلت له صافي واخا نشوفك. كان نهار السبت وانا ما كنقراش في الصباح، لكن كنت معمره. مشيت قدي، تلاقينا، كان زوين بزاف. سلم عليا، مد ليا وجهه. انا تزنقت، اول مره غنسلم على شي ولد في وجهه. صافي تعرفنا، قال لي خدام موظف على قدو بلي هو كيعرف صاحب سناء، هو اصلا من الريف الناظور ولكن خدام في فاس. بقينا كنتلاقاو، كان واحد الاهتمام كبير، وليت كنبغيه بزاف. دوزنا 3 شهور كانت علاقتنا محترمه. واحد النهار قلت لدارنا غادي رحله، بابا ما وافقش. بقيت كنطلب ونبكي، وجات صاحبتي سناء كتطلب ماما وبزز باش وافقوا. فرحت، كان كيسحب لي بصح رحله، لكن عرفت بلي سناء وصاحبها وسعد كانوا دايرين خرجه بيناتهم، وسعد هو اللي اقترح الفكره. حيت داك النهار كان عيد ميلادي، وبصح كان داك النهار ولاده جديده لحياتي اللي كلها ماساه. المهم مشينا نصفرو، دوزنا النهار كامل تما، كرينا الدار، جمعنا، ضحكنا. واحد الوقيته سناء مشات مع صاحبها للبيت.
وبقيت انا وسعد الراس في الراس. بدا كيتقرب مني، انا خفت لكن عجبني الحال، وعنقني بالجد وقال لي كنبغيك وما تخافيش. وانا ما قدرتش نقاوم وطحت بينيتي في داك النهار، في داك النهار اللي ضاع فيه كل شيء، كل شيء ضاع مني. بديت كنبكي وكنغوت، هو عنقنا وقال لي انا كنبغيكم من هنا للصيف غنجي لداركم. خفت بزاف، كان داك العام الاخر ليا في الثانويه. المهم بقى بيناتنا الاتصال، ديما كنشوفو وعلاقتنا زادت كبرات وولينا كنتعاشرو بحال مزوجين. وباش ما نحملش بدا كيشري ليا ثاني بحيت عارف دارنا صعاب. المهم جا الصيف، دوزت الوطني نجحت، كنتسنى سعدي يجيب دارهم ويجي، لكن والديه ما بغاوش وجا غير هو. جاب وحدو لعند بابا، بابا عطاه الصواب وقال له أولدي من الصواب تجيب والديك، أنا بنتي عندي عزيزة بغيتها تمشي بالعز ديالها. صافي سعد سكت حضر راسو وخرج، كان اتصل والو ما كيجاوبنيش. أنا دخلت عند ماما عمرني هزت فيها الراس، جيت طلبت ماما قلت لها نمشي عند خالتي غير للجردة ونجي قبل ما يجي عمي. صافي ماما خلاتني مشيت تلاقيتو، قال لي أنا والديا ما بغاوش يجي. قلت له حتى أنا بابا رافضك، قال لي واخا تجيب والديك. قال لي ما كاين حتى حل، خاصك تهربي معايا. قلت له ما يمكنش، تعصب وبدا كيغوت. قال لي شنو بغيتي ندير لك، راك وليتي مرا، واش يسحب لك غيقبل عليك شي واحد؟ راكي عام وانت كتنعسي معايا، واش هبلتي؟ فكري مزيان، هذا الحل الوحيد اللي بقى. خليته مشيت للدار، بقيت كنفكر في داكشي اللي قال لي. بصح شكون غيقبل عليا وانا فقدت الشرف ديالي؟ صافي ديك الليله اتصلت بيه وجمعت حوايجي وخليتهم حتى نعسو وهربت وانا كنبكي. لقيتو كيتسناني في باب الدار، مشينا ديك الليله دوزتها معاه في الدار. الصباح جمعت الورق ديالي وديالو مشينا تكتبنا وانا كنبكي، حيت بابا وماما ما كانوش باغيين نمشي عند راجلي مدلوله. المهم دوزت معاه سيمانه في الدار اللي كان كاري. حسناء كتصل بيا، طفيت التليفون ولحت لاكارت. الجمعة في الليل جا قال لي وجدي راسك، غدا غادي نديك لدارنا باش يقتنعو بك، انا ما غاديش نبقى على هاد الوضع، خاصك تجلسي معاهم شوية تفهميهم ويفهموك. انا تخلعت، شدينا الطريق في الليل وانا خايفة، ما حيلتي نفكر لوالديا ولا لهاد الناس، ما عارفاهمش كيفاش غيتقبلوني. وصلنا للنادر في 6 الصباح، فطرنا، قال لي وجدي راسك وتوقعي اي حاجة منهم. المهم وصلنا للدار، كانوا ساكنين في عروبية خارجة على المدينة. حلت لينا اختي الصغيرة الباب، عنقاتو وبستني ومشات كتجري. بابا اخويا سعد جاو معاه واحد البنت، نطم وسلمت عليا وبابا، وانا حتى واحد ما سلم عليا. جلسنا جاو خوتو، كانوا جوج دراري وربعة البنات، كلهم مازال بلا زواج، سلموا عليا وكلشي كيشوف فيا. هضر سعد قال لهم هذه هي مرتي، خاصكم تقبلوا بها، انا باغيها. نضبا قال لي هذه هي تربيتي فيك، جايب لينا وحده ما كنعرفو لا اصلها لا نفصلها، وكون كانت بنت الاصل والديها ما يعطوهاش لك وانت ما جايبش والديك. صدمت شويه، بداو كيهضروا بالامازيغيه وانا ما فاهمه والو، ولكن كنت عارفهم كيتعايروا. شاف فيا قال لي نوضي انتي ادخلي لذاك البيت. دخلت سديت عليا، بقيت كنبكي وبقيت كنفكر والديا وفين كبرت وكيفاش كانوا معامليني بحال الملكه في الدار، وكنت هانيه وشوف فين جيت. المهم شويه ها هو سعد جا عندي البيت وطلع عليه الدم، ما قدرتش نهضر. قال لي انا غدا غنمشي وانت غتجلسي هنا شي ايامات، هادشي اللي بغات الوالده بينا ولفوك شويه وباش ما تبقايش برانيه. عاود صدمت، مع من غنجلس؟ هما ولدهم معايا وما احترمونيش. المهم بقيت كنبكي ديك الليله كامله. لغت لي سعد جمع حوايجو وسلم عليا وقال لي صبري شويه، عارف اش كيتسناني. مشى، بقيت انا بوحدي برانيه وسط منهم، كلهم كيهضروا بالامازيغيه وانا ما فاهمه والو، وكلهم كيضحكوا، ما عرفهم مش عليا ولا غير بيناتهم. المهم كنحطوا العشاء، كان سالي وكتبغي شي وحده تخبطات وتجمع الطبله كتقول لهم عجوزتي. جلسوا مريم هي اللي غتجمع اليوم، وليت كل نهار الماعن والتصبين، كنطيب الخبز في الفران وجهي كله تشوط وتبدلت بزاف، وهما غير الماكله والضحك. واحد النهار كنسمع خو الصغير قال لامو يما الا سعد عرف هادشي ما غيعجبوش الحال. قالت له ما سوقناش، مالها جات نعلفوها؟ وانا دموعي في عينيا، ضربت التمرات بالصح وسعد في المعيد في التليفون، كلهم كيكونوا حدايا ما كنقدر نقول والو، وإلا دخلت لبيتي كتبعني اختو. كان كيجي غير مرة في السيمانة وانا كنعاود لك، يقول لي صبري حتى ندير داري ونديك من هنا. انا صبريت تقادة حتى من الاولاد ما حملتش، حيت ما كانش كيجي في الوقت اللي نقدر نحمل فيه. دزت
شهور وأنا على هذا الحال. سعد عياو بدك يجي مرة في الشهر. وصل الصيف وجد تكون نجي وجا جلس معانا عاد تفاجأت عليا شوية. لكن أمو كان ديما كتشكى ليه مني وما عجبها حتى حاجة من داك الشي اللي كان دير. وأنا غير كنبكي تقهرت بزاف. قلت له بغيت نمشي معاك عارفة. قال لي زيدي صبري. سال لكون جي ومشى ساعد تاني وبدات المعاناة. واحد النهار كان حداهم واحد العرس وكلهم مشاو وانا قالوا لي ما كاينلاش تمشي سعد ما غيبغيش. وبقيت بوحدي في الدار. واحد شويه كنسمع الباب كيتحل. خول كبير جا تفو ما كنتش كنحملو. جلس قال لي نوضي طيبي لي شي حاجه باش ناكل. نايضة وانا كلي مهدوده وخاطري مروع عليا. خلطت لها شي تخربيق عطيتو ليه ودخلت جلست في بيتي وانا مغمضه عينيا. جا خو حل الباب وتهجم عليا وانا كنغوت. هو بحال الكلب المسعور قطع ليا حوايجو كياكل ليا في الحميم بحال شي ديب. جات امو يلاه دخلت وانا سخفت ما حليت عينيا حتى لقيت راسي في واحد السبيطار واقفين عليا. جات عندهم الطبيبه قالت لهم التحاليل خرجوا مبروك عليكم لاله مريم حامله. ما عرفت نفرح ما عرفت نبكي. صافي داوني امو ما هضرتش مع خو الكبير. انا بدا كيدخلني الشك. صافي عيط سعد قلت له اشنو وقع. فرح بزاف كنشوف فمو وخواتاتو غير كيخنزرو. زاد الثقل عليا وزاد الشقه في الدار حتى العصا كنت كناكلها من عند امو بليد ديال الشطابه. واحد النهار جا سعد طلبت باش نعيط لدارنا. اتصلت هز بابا ما قدرتش نهضر. قالت لي كاينه مريم. قال لي راكي غلطه بنتي ما عندنا حتى مريم في هاد الدار. وقطع عليا التليفون. بقيت كنبكي وسعد كيصبر فيا وفين ما كيكون سعد راجع الفاس كنبقى نبكي حيت هو كيفاجئ ليا شويه. المهم 9 شهور الحمد لله وزدنا في العدد. هذا شهري جا سعد قالت لي باغا نولد في فاس. امو قالت لي لا غادي تولد هنا في السبيطار الحسني. بقاو كيتغاوتو. انا كنت واقفه في الدروج جاتني الدوخه طحت. هزني سعد كيجري كل دمايا. بقيت دايخه وسعد بكى لاول مره وانا جاتني الهستيريا وبقيت كنغوت. وقالوا لي امك سبب كلشي. امك السبب. بعدو مني وهي نقز امو نتفاتني وانا في ديك الحاله. قالت لي انا السبب الشيطه. ياك انا سترتك ياك بنت الزنقه. اصلا ربي دار خير. ياك هذاك غير ولد الحرام. ياك حصلتك في بيت ولدي بين يدينا راجل اخر. سعد تصدم. قال لي هضروا شنو كاين. وانا كنبكي كنقول لي مظلومه. وهي كتقول لي هذه بنت الحرام غدراتك مع خوك في بيتك في فراشك. حصلتها وسترت عليها. من داك النهار خوك هربان ما بانش ليه الاثار. سعد تعصب وقال لي هضري وصرفقني. قلت لي خوك تهجم عليا وانا مظلومه. قال لي انت بنت الحرام اللي عطتني راسها شنو نتسنى منها. اللي هربت معايا وخلات والديها شنو نتسنى منها. خرجي بحالك يلا. جرى عليا في داك الليل والعروبيه والدنيا خاويه وما كنعرف لا جيران لا والو. رجعت لداك السبيطار دقيت فيا طلبت ديك الطبيبه نبات حتى الصباح. قبلت بلا ما تسولني علاش. الصباح خرجت بكري مشيت غادي مع الطريق. ركبني واحد طلبته يعطيني شويه د الفلوس. قال لي باينه فيك بنت الناس ومكرفسين عليك. عطاني 200 درهم. مع العلم عارف الناظوريين معروفين بالكرم ديالهم. قطعت بها جيت لكازا. بقيت كنطلب ما ناكل ونبات في المحطه. تلاقيت مرا كبيره لكن كتبان زوينه. قالت لي مالك. عاودت ليها قالت لي اجي معايا عندي لك الحل. ادتني لواحد الدار زوينه بزاف ونقيه. غسلت ليا قدتني شهر وانا عندها. ملي تشافيت وقفت على رجلي قالت لي دابا غادي ترجع ليا الخير ديالي يلاه معايا. وانا غير تابعاها ومصدومه. ادتني لواحد الصالون ديال الحلاقه فيه البنات بزاف وكلشي كيكمي. دخلت بداو كيضحكوا قالوا لها هذه بنتك الجديده. قالت لهم اه هو ديروا اللازم. صندوق الدنيا رجعوني واحده اخرى عجبني راسي. قالوا لي حنا غندبروا لك في خدمه تعيشي مخيره. في الليل خرجنا داوني لواحد البار الشراب والكارو. قالوا لي راكي ستاج دابا سيمانه. وانا هكاك الليل سهرانه وبنهار ناعسه. لبنى كانت مقربه ليا بزاف. كانت ديما كتقول لي اهم شيء ما تثقي في حتى كليان. خدمي ولبي ليه اللي بغى يمشي بحالي نسايه. الحب والولف ما كاينش في هاد البلاد. سالت سيمانه ستاج وبديت حتى انا كيجيو الكليان. كنبقاو مستفين بحال الخضره وبنادم كيتعزل فينا. ملي كيختارني شي كليان كنكون مجبر نسكر معاه وندير اللي بغى ونشطح ليه. كان ممنوع علينا نشدو الفلوس. ديك الشرفه هي اللي كانت كتشدهم وتعطينا اللي بغات. 4 شهور وانا على هاد الحال
وممنوع نمشيو مع المغاربه غير الخليجيين فيهم الفلوس بزاف. درت الطوموبيل ولاو الفلوس كنلعب بيهم وقلبي ولا حجره ما كنحنف حتى واحد. وليت عزيزة على الحاج حيت انا اللي كنت كنجيب لك ديال بزاف مسكناتني معاها في دارها. اما البنات الاخرين كان ليهم دار فين كيباتوا مع الوقت. وليت قافزه وجيت كنجمع الفلوس باش ندير علاش نرجع حيت الصغر ما كيدومش. بقيت في هاد الميدان 4 سنين. واحد النهار جا واحد السعودي جاب الحاجه كادو سلسله ديال الذهب قال لها هاكي لكن بغيت مريم تدوز معايا يومين راني مسافر. الحاجه وافقت ما كانتش كتبغينا نسافر وكتخاف لشي وحده تزوج وتهرب ليها من بين يديها. المهم مشيت معها لمراكش. النهار اللي راجعين فيه سقنا الخبر باللي الفيلا اللي كانت كاريها الحاجه للسهرات جا ليها واحد الشاب وكانت معها شي بنت وما تلعبين يديها وبلي الدنيا مطوقه بالبوليس. كانت هذيك هي الفرصه ديالي باش ما نوليش ونبعد من داك الهم. مشيت كريت واحد البارطمان وبقاو عندي الكليان ديالي. وهاد السعودي اللي سافرت معاه كان كيموت عليا وقال لي نشري لك دار وبقي معايا بدون زواج. فكرت ووافقت شرى لي الدار وكان كيجي عندي مره في الشهر. من وراها بعت الدار حيت كانت في سميتي وبفلوسها تحولت للرباط وسكنت تما. وما كنت لاقيه فاش نخدم حيت ما كان عندي لا ديبلوم لا والو. وبعت الطوموبيل ومنها بديت كنصرف على راسي. دخلت درت الطبخ قريت لمدة عام واحد المدرسة كانت بمية درهم من الشهر خلصتها كاملة باش نتهنى. ومني خديت الديبلوم بديت كنقلب على خدمة ولقيت خدمة في واحد الريستو وقطعت الشراب وقطعت الكارو وكل شي دي كنجيب مصروفي وكنجمع. صاحبت مع شي بنات لكن علاقتي بيهم كانت ما كتعداش مواضيع عامة. حتى واحد ما عرف أسراري كنخرج معاهم مرة مرة وصافي. واحد النهار سمعتهم كيهضروا على قرعة الميريكان فكرت مع راسي قلت نجرب حظي ودفعت ليها ونسيتها. وبقيت خدامة عادي حتى صيفطوا ليا بلي نجحت في القرعة وخاصني ندوز امتحان. وفعلا دوزتو لكن ما كتبش ليا وما نجحتش فيه وتحطمت. لكن معليش انا دابا عايشة بالحلال. المهم درت شوية الفلوس ودخلت تاني قرعة الطبخ العالمي. هاد المدرسة كانت معترف بها بزاف وهاد المرة الحظ وقف بجنبي وجيت من 10 الاولين وصفت وانا نخدمو في فرنسا. جمعت اللي خاصني ومشيت لفرنسا. هنا تبدلت حياتي ونسيت كاع العذاب اللي داز عليا. كنت كنخدم ليل ونهار ونجمع الفلوس حتى من الماكله كانوا كيعطيوها لينا في الريستو اللي حنا فيها. يعني كنت غير الكره اللي كنخلص 12 عام ما دخلتش للمغرب حتى جمعت الفلوس مزيان. جيت لداري في الرباط دخلت معايا الطوموبيل جيت لداري ارتحيت فيها. جلست واحد اليومين جاتني في بالي نهبط لكازا لعند الحاجه. مشيت نشوفها وخدتني في طريق خايبه لكن بسببها غادي نتبدل ونوصل لهادشي اللي انا فيه. هي اللي كانت السبب. مشيت شفتها لقيتها شرفات ومرضات جا الكونسير الله يستر. شافتني بدات كتبكي وما قدراتش تهضر. قالت لي فرحت لك بنتي الله يسهل عليك. قلت لها امين وانتي الله يغفر لك الحاجه. سلمت عليها ومشيت بحالي. بديت كنطلع في الوراق جاتني فكره ديال ندير مطعم صغير في كازا بحكم انها مدينه كبيره. بديت الاصلاحات بديت الخدمه كنت مرة بعشرة درجال. فرنسا بقيت غير كنمشي ونجي نطبع غير الوراق وصافي. المشروع ديالي كان ناجح وكنت صارمة في العالم ديالي. بديت كنجمع كان في بالي نجمع الفلوس. درت الطوموبيل ديالي وبعتها وزدت عليها شي رزق من اللي بقى ليا وشريت دويلة صغيرة. غتقولوا انت اصلا عندك دارك هذيك الدار اللي في الرباط بعتها حيت من الحرام وفلوسات ديتهم من جمعية تبرعت بيهم. ما بقيت باغا حتى حاجة الحرام. بحكم الخدمة ديالي تلاقيت واحد السيد كان شاف في المدرسة اللي قريت فيها. سلم عليا عرفني قال لي تبارك الله انا كنت حاسة بك غادي توصلي حيت كنتي قاصحة. كان ديما كيجي اي حاجة كتبغيها كنستشرو. كان ولد الناس وولد عائلة مزيان كنتقربو لبعضياتنا. واحد النهار قال لي عمرك ما جبتي داركم ولا خوتك كيفاش. سكت قال لي شوفي انا باغيك في الحلال انتي مرا قادة وبنت الناس اش قلتي. سكت وبديت كنتهرب شويه. قلت لاش نتهرب اللي باغيك باغيك وانا نعاود ليه كل شيء. صدم وناض مسلمه ما قالهاش ليا ما ديتهاش فيه. عشت صدمات كثار من هذا الشيء ما بقيت معوله على حتى واحد. انا كنت متوقعه رد الفعل ديالو. هما اصلا عائله متدينه وما غيقبلوش بيا. صافي نسيت وديا غير في خدمتي. بديت كنفكر نرجع لدارنا لكن كنت خايفه من ردة الفعل ديالهم. دازت سيمانة وهو يرجع مراد اللي كان الشاف ديالي. سلم عليا سلمت عليه عادي ومشيت. عملته بحال شي كليان جاي ياكل عندي. عيط ليا قال لي انا مرضيتش لكن مني جلست مع راسي لقيت انتي ما عليك والو
وهضرت مع الاب ديالي وهو امام المسجد، قال لي توكل على الله ولدي، وكنت السبب في انك ترجع هاد البنت لوالديها. انا فرحت ووافقت، جو والدي لداري استقبلتهم، الاب ديالو كان النور كيضرب لي على وجهه. دوزنا كل شيء مزيان، زوجنا، شرط عليا با باش نبيع لي النص في المتعب باش يولي شريك معايا، وهو اللي قابل وانا نجلس معززه مكرمه في الدار. وداك الشيء اللي كان ذا الشهر حملت، والدي كانوا حاطيني في عينيهم. من بعد ولدت ولد وبنت كانوا زوينين، سميتهم خديجة ومحمد. وجا شيخي قال لي بنتي هاد الوقت فين تمشي عند والديك؟ انا ما قدرتش نقع عليا، قال لي احنا غنمشيو معاك وراه ربي ما غيخيبناش. فعلا انا درت الفولار ملي تزوجت وليت كنصلي، مشينا الفاس دقوا في الباب، انا بقيت بعيدة انا ورجلي. حل بابا شفتو عينيا دمعو، قال لهم شيخي جايين طالبين دف الله. دخلهم بابا هضر معاهم، شيخي وانا وراجلي بقينا برا. شويه تحل الباب خلعت، بابا شفتو فشلت كيقرب، يلاه هزيتو يضربني هو يقول لي شيخي قول استغفر الله، وهو يبدا يبكي بابا وماما من وراه. عنقني وقال لي انا كنت باغي لك الخير ونشوفك في احسن الظروف. ودخلوني وتحشينا وما فرحانين بولادي، وقال لي انا سامحتك بنتي وانا شفتك كي كنت باغي نشوفك. طلبت راجلي نمشي نشوف سناء، قال لي سيري. مشيت شافتني بقات كتبكي تزوجات حتى هي، عاودت ليها كلشي. وانا راجعه للدار كنتلاقى مع سعد راجلي الاول، شافني تصدم قال لي مريم شحال وانا كنقلب عليك، عافاك رجعي ليا راه عرفت كلشي. امي مني قربت تموت قالت لي كلشي، وهي اللي حرشت خويا باش يتهجم عليك، عافاك راني طلقتك ودابا باغي نرجعك. قلت لي وفرتي عليا الطريق مني طلقتيني، جيتي معطل وفات الفوت. انا تزوجت وعندي زوج الاولاد، الله يعاونك. صافي وصلت للدار فرحت، لقيت العائله مجموعه، جلسنا ضحكين وهكا سالت القصه ديالي. كانت منا اي بنت ما عمرها ما تثق في شي واحد كيف ما بغى يكون. الرجال كلهم بحال بحال، ويلا كنتي باغيه تبغي شي واحد بغي شي واحد كيخاف من الله.